للمزيد حول أزمة الكهرباء المزمنة في العراق ومطالبات بعض النواب إقالة وزير الكهرباء، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. عليكم السلام، حياكم الله بيض. دكتور، استمرار أزمة الكهرباء منذ الاحتلال الأمريكي وحتى اليوم، والمشكلة ما تزال يعني كما قلنا مستمرة رغم صرف المليارات على هذا القطاع، أين تكمن المعضلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. قضية الكهرباء هي ليست قضية فنية مستحيلة بالقياسات الفنية، لأن العراق يمتلك الكوادر الفنية التي كانت مؤهلة لصيانة محطات الكهرباء في فترة قياسية عندما توفرت الإرادة السياسية الحقيقية والولاء الحقيقي للبلد، وكلنا يتذكر ونحن كنا جزء من هذه المنظومة في ذلك الوقت، منظومة الإعمار في عام 91 بعدما تدمرت معظم محطات الكهرباء في العراق، كانت الفترة قياسية وبإمكانات عراقية بسيطة رغم الحصار ورغم الضغط الصعب الذي كان يعيشه العراق نتيجة التحالف الدولي الذي فرض حصارا اقتصاديا وعلميا على العراق، ولاحظنا كيف كانت الكوادر العراقية تمتلك كل القدرات الفنية الكافية لإعادة الكهرباء، ولكن بعد 2003 القرار لم يكن قرارا فنيا حقيقة، ولم تكن هناك إرادة وطنية حقيقية لإعمار العراق الذين أتت بهم الولايات المتحدة الأمريكية جزء من آلة الحرب الأمريكية والتحقت بها إيران لتدمير الاقتصاد العراقي وتدمير الحركة الاقتصادية والعلمية في العراق. محطات الكهرباء هي حاجة، الكهرباء هي الحاجة الأساسية والمغذي الرئيس لكل أهم عنصر من عناصر الاقتصاد الوطني والمعيشة والصناعة وكل ما يتعلق بهذا الجانب، وبالتالي إهمالها المتعمد وربطها بسياسة أخرى هي سياسة منفعة الدول التي أتت بهذه الأشكال والأحزاب إلى السلطة في العراق. بالتالي لاحظنا أنه كما تفضل تقريركم بشكل دقيق أشار إلى أن المسألة ليست اقتصادية مادية من ناحية المادية، ولم تكن حسب تقريري مسألة فنية صرفة، وإنما هي مسألة ولاء لمن القضية الكهرباء هي مرتبطة ب الأحزاب التي تدعم دول أخرى ولا خارج العراق، وهذا حال معظم الوزارات العراقية، كل يغني على لله. فإذا أردنا أن نضع الأمور في ميزان الحقيقي، كيف يعتمد وقود المحطات الكهربائية على وقود مستورد؟ يعني نعم. السؤال ممكن يسأله الجاهل في الشارع، يعني بلد نفطي مثل العراق يعتمد المفروض على الموارد النفطية اللي هي نعم. دعني أسأل السؤال. نعم. دعني أسأل السؤال بطريقة أخرى دكتور، يعني كما ما تفضلت به هو أمر مهم في الحقيقة، وهذا يدفعنا للسؤال عن الدور الذي تلعبه إيران في تفاقم هذه الأزمة. الآن هي في الزيارة الأخيرة للسودان طلبت فتح ممثلية لوزارة النفط الإيرانية في العراق، وتلزم العراق يعني استقبال الغاز المشغل لمحطات الكهرباء رغم أنه بلد منتج للطاقة. هذه المعادلة كيف فرضت أو لماذا لا يستطيع العراق أن يتخلص منها؟ لأنه الإرادة السياسية لدى الأحزاب الإيرانية التي أسست في العراق ولا أهل إيران الذي يرفع سلاح أخي، هذا قلناه للمرة المليون، الذي يرفع سلاحه مع المحتل الإيراني مع العدو الإيراني ويحارب العراق 8 سنوات الآن هو الذي يحكم العراق وهو الذي صدر المشهد العراقي، وبالتالي ولاؤه لمن حمل السلاح ودافع عنه، وهذا الامر تجسد فعليا في كل مفاصل الاقتصاد والسياسه في العراق وخاصه القضايا التي تتعلق بهذا الجانب، جانب الكهرباء. نحن نستورد الغاز الايراني ونستورد محطات غازيه ونحن لا نملك الغاز بالكميات الكافيه لتشغيل هذه المحطات، وربطنا اقتصاد قضيه الكهرباء برحمة الجانب الإيراني عندما يريد أن يمرر قرارا ما يمنع الغاز أو يمنع استيراد الغاز أو يقطع الغاز عن العراق، وبالتالي تتراكم أيضا قضية الديون والمديونية
على العراق لهذا الجانب، ومن ثم يتم تحويل الأموال بدون حساب ورقيب إلى إيران. فإذا هي عملية سيطرة كاملة على مفاصل الاقتصاد العراقي بهذه الناحية. والآن الربط الأخير الذي تريده كل هذه المحطات، نحن نعلم من جانب الهندسي بأنه المحطات الغازية هي محطات كفاءتها أقل بكثير من المحطات اللي تعمل على النفط، لأنه نعرف العضلات التي تصاحب توليد الطاقة الحرارية نتيجة استخدام الغاز وما يسببه الغاز من التآكل السريع للمعادن المستخدمة وما إلى ذلك، والكلوغاز اللي تنتج ضررها كبيرة على الجانب على المعادن وعلى المعدات والأجهزة. فبالتالي كل هذه المنظومة هي منظومة مستهلكة، هدفها الأساسي هو دعم الاقتصاد الإيراني وربط اقتصاد العراق لخدمة الجانب الإيراني بشكل مطلق. ولا يمكن لأحد أن ينفي هذا أو ينكره، لأنه واقع الحال يشير إلى هذا. لكن النواب دكتور هلال، لهم النواب في البرلمان العراقي لهم رأي آخر، بعضهم يطالب بإقالة وزير الكهرباء الحالي طبعا بعد سؤاله يعني في البرلمان عن ما آلت إليه الأمور، وكما تتفضل المسألة هي مسألة سياسية بحتة. فلماذا إذن يقوم بعض النواب بهذه العملية، عملية إلهاء للمواطن العراقي عن المشكلة والمعضلة الأساسية؟ أخي الكريم، من قضية ليست قضية وزير الكهرباء، أنا لا أعرفه الرجل ولا يمكن أنه يدافع عن منصب ليس له علاقة بعمله. كل المناصب التي في الوزارات ليس لهم علاقة بعملهم، وإنما هي قسمة الغرماء ما بين الجهات السياسية. القضية ليست قضية مسؤول في وزارة الكهرباء، القضية قضية سياسية للأحزاب الحاكمة. هذه سياسة مرسومة لا يستطيع أي أحد الخروج عنها، لأن الذي يخرج عنها سوف يبعد من مكانه ويتهم بشكل الاتهامات. أنت إذا عندما تأتي برجل عالم ويقود شلة من الفاسدين من المدراء العامين إلى أصغر موظف، هذا لا يمكن أن ينتج حتى لو كان أي كان. وبالتالي الشريف ينأى بنفسه عن هذه المناصب، لأنها ستسيء إلى سمعته إذا كان حقيقة لديه رغبة في العمل. لاحظ أنه كل هذه الحركات البرلمانية منذ 2003 2005 شكلت حتى الآن، هم يدورون في نفس الفلك، استقدام الوزير الفلاني وما أعرف إيش، ولا يطهون إلى النقطة الأساسية، أنه لماذا يتم طرد الكفاءات العراقية وتفجير علاقات العراق منذ 2003 ولحد الآن واستبدالها بعناصر غير كفوة. هذا جانب. الجانب الثاني، لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية لحل مسألة الكهرباء. سمعنا الكذب من 2011 أنه في 2013 راح نصدر الكهرباء للعالم العربي وربط الموضوع. وكذلك الموضوع موضوع تنفيذ مباشر لما تريده إيران، لأنها سيطرت على المفاصل الإدارية والقرار السياسي في العراق، أصبح إيرانيا بامتياز. نعم. ويعمل لمصلحة إيران أكثر ما من مصلحة العراق. وإلا المحطات الطاقة الكهربائية العاملة في العراق والتي كانت تعمل في العراق معروفة من شركات عالمية معروفة، لا يمكن أنه تكون الأمور بهذا شكرا. السوء. نعم. بعد 20 سنة. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا لك.